طيب أعتقد إنه الناس دلوقتي قدرت تفهم المواضيع، اتحط قدامها كويس قوي في تصريحات الناس سواء من وزارة الشباب والرياضة أو من إدارة فيوتشر والنائب أحمد دياب. الناس قادرة تحكم كويس بعد الخطاب اللي طلع، الناس قادرة تحكم كويس بعد هذا الكم من المداخلات. نادر إيه؟ إذا كانت هناك مسؤولية في 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 رقبتك، فأعتقد إنه أنت اتكلمت النهاردة وشرحت وواجهنا كل الناس، أنت واجهت كل الناس واتكلمت مع كل الناس وأخدت ده على عاتقك. وأنا كبرنامج فتحت الهواء للكل، لأنه ما عنديش حسابات في الأول وفي الآخر، والبرنامج ملك للناس، ملك للناس، وكل شخص دخل قال كلمة في هذا البرنامج هي على مسؤوليته الشخصية. وحقيقة الأمر إنه أحمد الله يرحمه ويحسن إليه توفى ولم يعد موجودا معنا. حقيقة الأمر إنه ما حدث بشكل أو بآخر أصبح دلوقتي أمام الرأي العام. الناس سمعت والناس شافت والناس دلوقتي عندها كل حاجة، عندها القدرة على الحكم بشكل بين. أقول كل حاجة؟ اتفضل. صغيرة بس. اتفضل. أنت عمرك سمعت بمشكلة زي دي؟ نادر أنا ما سمعتش عن أي حاجة من الحاجات دي. نادر أنا. أنت عارف ليه؟ أنا ما سمعتش عن أي حاجة. القانون هو هو. القانون هو هو. افهم القانون واشتغل في الشغلانة دي. الشغلانة دي بحر كبير قوي. الشغلانة دي مش أي حد. الشغلانة دي عايز أن تعرف من الدنيا ماشية إزاي من تحت ومن فوق والقوانين إيه وكل حاجة. ما ينفعش النهاردة إن إحنا نجرب في العيبة عندنا. ما ينفعش إن إحنا نعمل معايشة. أنت عمرك شفت حد بيكتب له معايشة وهو طالع يحترف؟ ما شفتش. طيب إيه بقى اللي هنعمله عشان الراجل ده يبقى أفاد الرياضة المصرية لمدة 50 سنة قدام؟ أيوه هو ده السؤال. هو ده السؤال. إيه إدي بقى الناس اللي فاهمة تشتغل. أيوه. كفاية بقى. أيوه. كفاية. كفاية. أنت كفاية، الراجل مات، كفاية. بعد كده طبياً، رياضياً، إدارياً، حتى إيفن يا أخي الـ 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 الناس اللي مسؤولة عن الكورة، أحمد رفعت أنا ما شفتش مثلاً مردود يخلي الناس تخاف مثلاً طبياً، طب هنعمل كذا. ده الناس بتلعب الساعة 4 بعد الظهر. يا عم هو في كده؟ يعني أنت عايز واحد تاني يقع؟ درجة الحرارة 45 ولا 46 ليه؟ أو إحنا لازم الراجل ده خلاص، إحنا طلعنا اللي هو كان عايزه، أنا طلعت اللي هو كان عايزه، اللي هو كان حاططنا في رقبتي أنا قلته تقريبا كله، فاهم؟ وفي حاجات طبعا هم عارفين أكتر مني، برضه ليها دعوة بالقصة دي، وبرضه ليها دعوة بعقوده ما اتعملتش، وبرضه ليها دعوة بس الحمد لله كده هو راضي أعتقد، هينام مرتاح النهاردة. معرفش أنا قلت اللي عندي ولا تمام، بس الحمد لله خلصنا من دي. فيد بقى، فيد مصر بقى يا اخي، هو كل واحد قاعد على الكرسي يعني فيد دي الرياضه على فكره، ولا هي هندسه ولا هي كيمياء ولا فيد. الناس تلعب كوره اتقلبت لصناعه وسهله، يعني مفيش حاجه صعبه. انت عندك حاجه صعبه في الكوره؟ حقيقه الامر انا ولا عندي حاجه صعبه في الكوره، ولا عندي حاجه صعبه في اللوائح، ولا عندي حاجه صعبه في القانون، ولا عندي حاجه صعبه في اي حاجه من الحاجات دي كلها. انا ما عنديش حاجه صعبه في الحاجات دي كلها للاسف. ما اعرفش هو امتى هنفوق بقى، وامتى هنبتدي نفهم الانسان ده الرياضي ده لازم ناخد بالنا منه ونعمل حاجات. على فكره احنا ما اتكلمناش عن اي حاجه من الكلام ده، احنا هنا بنتكلم على اللي هو كان عايز يقوله يوم 23/6 هنا. ايوه عشان يا نادر الناس بس الناس افتكرت ان انت مش هتتكلم. ليه يعني؟ الناس افتكرت ان انت مش هتتكلم، الناس افتكرت انه لا انا اتكلم بس انت بقى بعد البرنامج ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد البرنامج. انا ما عنديش اي فكره. أنا بس ده خلاص انا كده ارتحت ومش زعلان ان انا قلت وانا عارف وانت عارف كويس قوي ان انا جالي 50 تليفون عشان ما اجيش هنا انا شخصيا. عارف صح؟ عارف. بس الراجل ده مش هو الناس. الراجل ده هيطلع لي في المنام يا معلم. اقول له قلت؟ انا قلت خلاص، قلت اللي عندي. هو قال لك نادر هيثم دكتور اشرف النادي، انا نادر اهو قدامك.
عندك اي اسئله ليا تانية؟ لا بس حد عايز مني حاجه تانية؟ لا ممكن امشي؟ ممكن امشي يا زراعه. طيب شكرا. هدي فوق تعال. اشكرك اشكرك طالب جدع ومحترم وربنا هيوفقنا ان شاء الله والدنيا هتبقى كويسه. ممكن حد يجي يشيل الحاجات دي؟ يلا سلام يا كبير.